متابعي كرة القدم في كل مكان، نقدم لكم اليوم موعد وتوقيت مباراة مصر والنيجر الذي يقام بالجولة الثانية من تصفيات أمم أفريقيا القادمة، حيث تقام المباراة يوم السبت 8 سبتمبر 2018، وتقام مباراة مصر والنيجر على ملعب استاد برج العرب بالاسكندرية. ويدير المباراة تحكيميا الحكم السنغالي ماجيتي ناداي الذي يبلغ من العمر 32 عاما. وتقام مباراة مصر والنيجر السبت 8 سبتمبر 2018 في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان، والسابعة بتوقيت تونس والجزائر، والعاشرة بتوقيت الإمارات، والتاسعة بتوقيت السعودية والعراق والكويت وسوريا، والسادسة بتوقيت جرينتش والمغرب.